صديقاتي أصدقائي الكرام، تعالوا ندخل في عالم الموسيقار فريد الأطرش، في عالم يضج بالموسيقى وفقط بالموسيقى، وهو كناية عن 32 عمل فني موسيقي خالص بدون أي صوت، وكلها ملك للإنسانية جمعاء، وفيها المقدمات الموسيقية للأغاني، فيها الموسيقى التصويرية للأفلام، فيها موسيقى الرقصات التعبيرية، فيها موسيقى الرقص الشرقي، وفيها المؤلفات الرائعة اللي تركت أثرها في الإنسانية. وهي كناية عن 32 عمل فني موسيقي. طبعا من أجل التوثيق بشرفني قول إنه رح أقراهم مباشرة حتى ما أنسى شيء. واحد، الموسيقى التصويرية لفيلم الخروج من الجنة. اثنين، الموسيقى التصويرية لفيلم الحب الكبير. ثلاثة، الموسيقى التصويرية لفيلم زمان يا حب. أربعة، الجزء الأول من أوبرات الجنة. خمسة، التوزيع الموسيقي لتانجو يا زهرة في خيالي. ستة، تقسيم عود بياتي. سبعة، تقسيم عود نهاوند. ثمانية، رقصة معزوفة، رقصة ثريا. تسعة، موسيقى حنين. عشرة، المقدمة الموسيقية لأغنية حكاية غرامي. 11، المقدمة الموسيقية لأغنية حبيب العمر. 12، المقدمة الموسيقية لأغنية نجوم الليل. 13، المقدمة الموسيقية لأغنية بنادي عليك. 14، معزوفة رقصة الجمال. 15، معزوفة رقصة الجواري. 16، معزوفة رقصة ليلى. 17، معزوفة رقصة النار. 18، معزوفة رقصة كهرمانة. 19، معزوفة رقصة ليالي. 20، معزوفة زمردة. 21، معزوفة توتا. 22، معزوفة موسيقى زنوبة. 23، معزوفة سوق العبيد. 24، عود سولو لوحده. 25، موسيقى عود وضعها في إذاعة البريطانية من اسمها من وحي لندن. 26، مقدمة موسيقية لفيلم رسالة غرام. 27، مقدمة موسيقية لفيلم عفريتة هانم. 28، مقدمة موسيقية لفيلم لحن الخلود. 29، موسيقى تصويرية لفيلم من أجل حبي. 30، الموسيقى التصويرية لفيلم يوم بلا غد. 31، الموسيقى التصويرية لفيلم رسالة من امرأة مجهولة. وأخيرا 32، موسيقى نادية. كل شيء بقدر بقول وفي عدة دقائق ذكرنا كل هذا العالم الجميل المسحور، عالم الموسيقار فريد الأطرش بكل حواريه وبكل إبداعاته وبكل إضافاته إلى الإنسانية جمعاء. يعطيكم الألف عافية.